أمسية ذات فقرات متنوعة نظمت على شرف المرأة الإفريقية عموما والتشادية على وجه الخصوص، وذلك إكراما لدورها الرائد ونضالها المستمر في كل المجالات. الأمسية التي شهدت حضورا لافتا للمرأة التشادية واثنى عشرة دولة إفريقية تتوسطهم سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو، تؤكد الاهتمام بعنصر المرأة وإعطائها المكانة التي تليق بها ومشاركتها للرجل في التنمية المستدامة. رئيسة المجلس الوطني للنساء الرائدات في تشاد مريم محمد نور قالت إن الهدف من تنظيم هذه الأمسية هو حشد الموارد وتقديم نداء باسم المرأة للحكومات والمنظمات والشركاء الداعمين من أجل تعليم الفتيات وتهيئة المناخ لهن لإكمال المشوار التعليمي، خاصة أن الفتيات في تشاد اللائي يستطعن إكمال المراحل التعليمية لن تصل نسبتهن إلى 5%، وذلك بسبب المعوقات التي تشهدها المرأة الإفريقية. وزير التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور دافيدو دينغار وعد بتقديم منح للمتفوقات في الشهادة الثانوية هذا العام، وذلك من أجل سد هذه الثغرة وفتح الفرص أمام المرأة للوصول إلى مراحل عليا في التحصيل العلمي، وأكد بأن الحكومة وشركائها لا تزال تهتم بهذه الشريحة، وأضاف بأن الوزارة تعمل على تفعيل اتفاقياتها مع الشركاء لضمان تعليم المرأة. ونظرا لأن نسبة تعليم الفتيات في تشاد ضعيفة جدا وتحتاج إلى جهود كبيرة لترتقي إلى المستوى المطلوب، فقد تعهدت بعض من المنظمات والهيئات وبعض من البعثات الدبلوماسية بتشاد والمؤسسات التعليمية بتقديم صكوك مالية ومنح دراسية خاصة بترقية وتعليم المرأة في تشاد. هذا وقد توجت الأمسية برقصات شعبية وأغاني وطنية وأخرى أفريقية. Merci. 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 Mer